مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نقدم لكم الوجبة الضرورية والتي يجب أن نقدمها للطيور مع كل فصل الشتاء، فاكهة البرتقال. طبعا البرتقال يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، ولكن سوف نذكر الفوائد المتعلقة بالبرد وبفصل الشتاء. يحتوي البرتقال على فيتامين سي، هذا الفيتامين الضروري للإنسان والطيور أيام البرد في فصل الشتاء. والبرتقال يعتبر مضاد حيوي طبيعي يقوي المناعة في الجسم ضد الزكام والالتهابات، طبعا التهابات الحلق، وينظم عملية التنفس ومضاد، وهو يعتبر مضاد قوي للسعال والعطس، ويزيل الحمى ويخفض من درجة حرارة الجسم، وهو يعتبر منشط عام ومقوي عام للجسم. طبعا عند تقديمه للطيور سوف نلاحظ أن الطيور تتقبل البرتقال وبشكل طبيعي. أكثر الطيور التي عندي عندما أقدم لها البرتقال تتقبله من أول مرة، هذا يعني أن فاكهة البرتقال فاكهة محبوبة وتحبها الطيور وتتقبلها بشكل طبيعي. سوف نلاحظ في هذا المقطع عند تقديم البرتقال إلى الطيور كيف تلتهم الطيور البرتقال وتحبه وتستمتع بأكله. وأنصح أي مربي لطيور البادي وأي طيور أخرى أن يقدم فاكهة البرتقال للطيور. طبعا يمكن تقديم البرتقال يعني بقطع، نقطع البرتقال كقطع، أو يمكن أن نقدم البرتقال بوضع قطرات من البرتقال في المشربية مع الماء. ويفضل تقديم البرتقال لمدة 5 أيام أو 6 أيام في الشهر خلال فترة الشتاء، فقط خلال فترة أيام البرد في الشتاء. تابعوا معنا هذا المقطع وشاهدوا كيف أن الطيور البادي تستمتع وتأكل البرتقال بشهية، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.